هتلاقي محتفظ بكيانه وكرامته. ممكن اسالك سؤال يا كابتن؟ يعني انا كل الاحترام لكل الاسامي، بس انا نفسي اتلخبطت، ما بقتش عارف. يعني انا يعني انا اكن الحراك كل احترام، كابتن حلمي طولان قامه كبيره، كابتن مختار، انا مش فاهم التقييم. يعني دلوقتي مثلا ايه، كابتن محمد عمر، كابتن حلمي طولان، كابتن مختار مختار، الاسامي بقى مثلا كلها كبيره. وبعدين نيجي مثلا لترشيحات المنتخبات، الاقي ترتيب سواء الاولمبي سواء الاول، ما كابتن علي ماهر، كابتن احمد، كل الاحترام برضو لكل طبعًا الناس طبعًا. ولكن الـ يعني حديث التدريب، السي في بقى غير ما حضرتك بتقول خالص. يعني الامور اختلفت بشكل كبير، وما بقتش عارف حتى. يعني مثلا انا في مدربين بقابلهم في الشارع، فيقول لي يعني انت قيمت ازاي، انت حاطط على الشاشه 2-3 بتقيم ازاي؟ فبقى ارد اقول له قيم ازاي، يقول لي يعني سين وصاد وعين. طب ما انا بطولاتي ايه، انا قصه ايه؟ فاقول له يعني اقول جوايا طب حركه تدرب منتخب. وبعدين اجي افكر اقول طب ما ده ترشح للمنتخب، طب ما ده اقدم من ده، مش فاهم حاجه. معش كده بقول لحضرتك الزمن اختلف كابتن سيف. بقى في بعض المصالح، بقى في بعض المجاملات، وده واقع على فكره يعني موجود. لكن انا كان ليا حظ في موضوع المنتخبات، يعني بعيد عن المنتخب العسكري، يعني دربته 4 مرات 4 بطولات. انا دربت منتخب مصر الناشئين وخرجت، وبدايه تعريف اللاعب الدولي كان معايا سنه 2008 2009، منتخب 94. كان وقتها اللعيبه عندهم 15 سنه، كان محمود كهربا، محمود وحيد من النادي الاهلي، شريف دابو، البلعوطي حارس مرمى انبي، دول طلعوا معايا. طب في مقوله كابتن بتقول ان حضراتكم كقامات كبيره في التدريب، اسامي كبيره، تفكيركم او تمسككم بالتفكير القديم هو اللي بعدكم عن مجال التدريب؟ ما اعتقدش، لان لو جينا نراجع، انا يعني بتكلم عن نفسي لان ما اقدرش اتكلم على غيري بشكل موسع. يعني هو ايه هو التدريب؟ التدريب اولا هو ملكه وموهبه عند المدرب، صح. دي حاجه ما فيش خلاف فيها. مع الوقت ومع الزمن تطور التدريب، اصبح علم، صح. علم بيدرس. فاحنا بنطلع دايما على احدث وسائل التدريب، لان كان عندنا ربنا يعني يرحمه كابتن احمد اباظة، ده كان مدرب عظيم في نادي الاتحاد السكندري، كان دايما يقول لنا التدريب في الراس مش في الكراس، صح. كان دايما يقول الجمله دي. بس في شويه حاجات يا كابتن كابتن محمد اضافيه برضو. طبعا اعلام، منظومه اعلاميه ناجحه معاك، ناس بتساندك زي ما حضرتك قلت، ولا وكلاء لعيبه او سماسر زي ما حضرتك بتقول، حد بيسوقك، كل ده من غير الحاجات دي الشغل مش ظاهر. ما هي على حسب زي ما قلت لك يا بسيف، يعني انت دلوقتي لو مقتنع ان فلان ده كويس كاداره نادي كذا مثلا، خلاص بتجيبه. طب ممكن اسالك سؤال؟ طبعا. لو جه النهارده لحضرتك عرض من اي نادي، بتقيم نفسك ازاي ماديا؟ على فكره السؤال ده وقفت فيه مع 6-7 بشكل كبير، لان الفجوات كبيره وملهاش دعوه بالسي في. طيب احنا برضو تعودنا زمان حته الماديات يا كابتن سيف. انا لو مدرب كويس واثق من نفسي، ما بقفش كتير عند النواحي الماديه، دي حقيقه. بس دي بتاخرك كابتن. يعني لا. ما هو برضو كل واحد نجم ليه سحر. يعني يقول لحضرتك ايه، انا ماشي، انا في الاخر مش امور ماديه، ولكن انا النهارده ما يبقاش سعري بعيد خالص عن كل الشباب اللي طلعت. ما اقدرش اقارن برضو. ليه؟ الزمن اتغير. يعني مثلا كابتن سيف لحد اواخر 2007 2008 انا دربت النادي الاسماعيلي، اسف الترسانه، دربت النادي المصري، دربت بتروجيت، تمام، بلديه المحله، نادي الاتحاد السكندري اكتر من مره. كنت وقتها باخد الراتب اللي هو حد اعلى موجود في الدوري المصري، تمام. ده بالاضافه لان انا شخصيا لو نفسيا مش مستريح ما اروحش، حتى لو هيدوني اكتر من اي حد. سيبنا من الحته دي، تمام يا كابتن. انا بقى النهارده هقيم ازاي؟ يعني حاجه النهارده هقيم ازاي؟ بس انا وقفت في السؤال ده مع ناس كتير. انا النهارده قيمت بجنيه، خلاص رجعت في الطابور ورا خالص. مش ميزه، مش مجامله عملتها للنادي. ما حدش هيحسبها كده، حد هيفتكر يقول لك ده الفرق بيني وبينه في السعر شارع. يمكن هنا في مصر انا ما بدققش قوي في موضوع الراتب، لكن لما بطلع بره مصر، وانا قضيت معظم عمري التدريبي حوالي 17 سنه خارج مصر
في بلدان كتيره جدا خليجيه وافريقيه. اللي انا عايزه باخده. طب هنا في مصر ما يزعلكش ان يقول ان انت بتاخد جنيه والشباب الصغير ياخد 10؟ لا اطلاقا. ما تضايقكش؟ لا ما تضايقنيش خالص. لان انا بشغلي طالما انا واثق من نفسي وعارف انا بعمل ايه هقدر ابرز حاجات قد يجوز الشاب ده ما يقدرش يبرزها. واحنا عندنا كام شاب كويسين دلوقتي في مصر؟ عندنا مجموعه. انت على درايه اصلا بالارقام يا كابتن؟ بسمع لكن ما اقدرش اجزم. متفهمها؟ متفهمها ومش مقتنع بيها. الاثنين عكس بعض. متفهم يعني ان فلان بيطلب وبيتنفذ له طلبه لكن مش مقتنع ان انا كإدارة. حركة سامحة الارقام حركة سامحة من كام لكام يعني؟ سامع مثلا 700 و800 ومش كده و500 وهكذا يعني. ايوه صح. المضحك في الموضوع يا كابتن ان اللي بياخد 800 مفيش في السي في بتاعه بطولة دورة رمضانية حتى او 700 او 600 يعني ما خدش بطولة تشفع له ان يطلب هذا الرقم. لكن محدش يزعل مني. ابحث عن اسم كبير قوي اسمه النادي الاهلي ونادي الزمالك. في بعض المدربين بيشتغلوا من خلال اسم النادي اللي كانوا بينتموا له. ودي عملية الحقيقة فيها اجحاف لمدربين كتير جدا. يعني انا بقيمك كنت بتلعب فين؟ مش بقيمك انت عملت ايه؟ في ناس بتتقيم كده. للاسف. والانديه دي مادت الارقام دي يا كابتن بوظت السوق؟ بوظت السوق وبوظت ميزانيتها. يعني انا ما عنديش اصلا فلوس وانا نادي مش غني قوي بس جبت فلان عشان اسم كبير قد يجوز بقى للشهره وانا فرحان بقى كمسؤول ان انا جبت فلان وانا عارف ان فلان محدود او مع احترامي طبعا قدره مش عالي قوي. لكن ممكن بقى يعني في بعض الناس فكرها بيروح ان انا اجيب النجم فلان عشان يبقى له تأثير على حكم يبقى له مش عارف ايه الاعلام يبقى مساندنا الكلام ده يعني ده كلام غلط. هو ممكن الحكم يتأثر باسم مدرب؟ زمان قبل الفار.